أهلا بكم على صفحة اليوم السابع. من هي كيم يو المرشحة للتحكم في الزر النووي لكوريا الشمالية؟ من أيام وإحنا الناس كلها بتدور إذا كان كيم يونغ زعيم كوريا الشمالية بالفعل قد توفى، فمن هو البديل؟ فبدأ الكلام يدور حوالين هذه السيدة أو هذه الفتاة كيم يو يونغ، دي شقيقة زعيم كوريا الشمالية الحالي. وعشان بس نوضح حاجة بسيطة، هم كيم ده لقب العيلة، لأنه في ناس قالت أنه إزاي الاسمين زي بعض، كيم يو وكيم يونغ. الكيم عندهم في كوريا الشمالية ده لقب العيلة وهو بيقدم في الأسماء. وبالمناسبة كيم ده في كوريا الشمالية تقريبا حسب تقارير صحفية يعني أجنبية، تقريبا 70% من الشعب الكوري الشمالي إما اسمه الشخصي كيم إما لقب العيلة كيم، وده كان نسبة أو تقربا من العيلة الحاكمة في كوريا الشمالية. طيب مين هذه الفتاة؟ أولا المعلومات عنها قليلة جدا، وده بإرادتها هي وبرغبة من القيادة في كوريا الشمالية. لكن المعلومات المتوفرة لدينا إنه هذه الفتاة عندها 30 سنة، في تقارير بتقول 29 وفي تقارير بتقول 31، لكن المتوسط إن هي عندها 30 سنة. المعلومات عنها برضو إن هي دي صورتها وهي طفلة، كانت مع أخوها كيم يونغ، هما الاثنين درسوا سوا في سويسرا. ودي صورة كيم يونغ شقيقها وهو صغير، صور ليه وهو صغير في السن. لكن احنا ليه بنقول ان هذه الفتاة ممكن تكون الزعيمة وكمان تكون زعيمة اشرس واعنف من الزعيم الكوري الحالي؟ ده كان اول ظهور لكيم يو هذه الفتاة في جنازة والدهم كيم يونغ إل سنة 2011. ده الزعيم الحالي، ودي الفتاة أخته شقيقته، ودي كانت جنازة والدهم في 2011. طيب ماذا حدث بعد هذه الجنازة؟ بعد هذه الجنازة كيم يو تحكمت في كل شيء في كوريا الشمالية. قد يبدو للناس أن كيم يونغ الشقيق أو الزعيم هو اللي بيتحكم، لكن لو قلت لحضراتكم بعض المعلومات اللي برضو عشان ننسبها لمصادرها، في تقارير من واشنطن إكزامينير، دي جريدة أمريكية، وفي تقارير أخرى من نيويورك تايمز، كلها بترصد المعلومات بشكل دقيق. طيب هما الاثنين اتعلموا في سويسرا، أبوهم مات في 2011 وده كان أول ظهور لهذه الفتاة. بعد هذه الفترة كيم يو قادت حاجة اسمها وزارة الدعاية أو مكتب الدعاية في كوريا الشمالية، كان كل هدفها إن هي تصنع من أخوها زعيم. ليه كانت بتقول كده؟ لأنه هي بالنسبة لها عمتها اللي كانت أخت والدها اللي توفى هي اللي صنعت من والدها زعيم، وهي قررت إن هي تقوم بالدور ده مع أخوها وتصنع منه زعيم. عملت إيه؟ كانت هي اللي بتجري له جلسات التصوير كلها، اللي كانت ده والدهم الذي توفى، كانت هي اللي بتجري لشقيقها جلسات التصوير كلها عشان يكون شبيه بوالده وشبيه بجده. ثم بدأت إن هي تتخذ بعض الخطوات عشان حمايته. رقم واحد إن هي مثلا كانت بتجمع كل أعقاب السجاير، مفيش حد يترقب هذه الأعقاب وبعدين يجري عليها تحاليل عشان يعرف الحالة الصحية لكيم يونغ. كيم يونغ سمين جدا بدين، وبالمناسبة هي كمان كانت سمينة وهي صغيرة. كيم يونغ شره جدا للتدخين وشره جدا للطعام، ومعروف عنه ده، وبالتالي كان في اكتر من جهاز مخابرات بيتمنى ان هو يعرف اي معلومات صحيه عن هذا الزعيم. هي قررت ايه؟ قررت تجمع كل اعقاب السجاير الخاصه بيه عشان تحرقها هي بنفسها. قررت ان هي اللي تكون بتتحكم في الالم اللي بيكتب بيه كل قراراته، الالم معاها بتديهوله، خلص هي اللي بتغير له الالم، والالم القديم بيفضل معاها. المعلومه المهمه برضو ان في كل سفرياته خارج كوريا الشماليه أو حتى في المدن المختلفة بيكون في حمام خاص بهذا الزعيم برضو اللي بيتحكم فيه وبيتحكم في مصير فضلاته هذه الأخت. طيب إيه تاني مصادر قوتها في هذه الدولة؟ هي حاليا هي بتقود المكتب السياسي في كوريا الشمالية، وهذا المكتب هو اللي بيتحكم في أقوى القرارات في هذه الدولة. هي اللي أشارت عليه أنه يعمل مصالحة مع كوريا الجنوبية، هي اللي أشارت عليه أنه يعمل مفاوضات مع
أمريكا في وجود ترامب في 2018، وبعد فشل هذه المفاوضات تم عقابها من أخوها من هو أبعدها شوية عن هذا المنصب ثم عادت لي مؤخرا. بالمناسبة الزعيم المريض حاليا كان بيسمح لشخص واحد بس يقعد يتكلم معاه براحته، هي أخته. كان بيسمح لشخص واحد بس في الدولة كلها أنه يتخذ قرارات عسكرية بديلة لي، هي أخته. ومن القرارات العسكرية اللي هي خدتها، قرارات الطريفة في ديسمبر 2019، أن هي مثلا أعطت تعليمات مباشرة للجيش النسائي في كوريا الشمالية بزيادة الاهتمام بشكل أقدامهم وبي الرطوبة والجو المناسب في أماكن العمل عشان يحافظوا على جمالهم وعلى صحتهم، وكان هذه القرارات اسمها قرارات رفاهية الجنديات. طيب أثناء وجودها في الجامعة كانت طول الوقت بتطلب من أخوها يعطي قرارات، إنه مفيش ولا شاب يكلمها، مفيش حد يقرب منها أبدا وهي في الجامعة، لو ركبت الأسانسير محدش يركب الأسانسير معاها. لما فكرت تتجوز قعدت 4 سنين تدور على عريس، ولما زهقت طلبت من أخوها أنه يصدر بيان يعلن فيه أنه بيبحث عن عريس لأخته بمواصفات معينة، كان من بينها مثلا أنه يكون طوله 175 سنتي، أنه يكون حسن المظهر، أنه يكون متحدث لبق. ورغم أنه في 30 شاب تقدم لخطبتها في الوقت ده، لكن هي رفضتهم كلهم. عشان كده في كلام كبير عن أنه هذه الفتاة أقوى من شقيقها الذي يعاني المرض الآن. معلومة مهمة انه الاثنين دول اخوات من ام، هذه هي السيدة امهم اسمها كو يونج هي. كو يونج هي كانت راقصة في كوريا الشمالية، تزوجها والدهم وتوفت عام 2004 فيما يقال بسرطان ثدي في فرنسا. اذا يبدو انه كوريا الشمالية على موعد مع زعيم اقوى من كيم يونج، وهي كيم يو صاحبة 30 عاما اللي كل العالم بيتوقع ان هي تقود كوريا الشمالية وتكون متحكمة في زر السلاح النووي الكوري الشمالي. شكرا لحضراتكم، كنت معكم تامر اسماعيل من صالة التحرير اليوم السابع.